بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. اليوم وزير التعليم العالي يعلن عن شروط الحصول على منحة دراسية بالجامعات الأهلية، ويقول أن هناك 100 منحة لأوائل الثانوية العامة في الجامعات الأهلية. قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في حوار مسجل مع قناة إكسترا نيوز: دخلنا مع جامعة بريطانيا في شراكة، والاتفاقية معنية بالتعاون في مجالات كثيرة بهذه الجامعة تصل إلى إصدار شهادات، ولدينا اتفاقيات مع جامعة كنتاكي، وستكون جامعة العالمين كفرع لجامعة كنتاكي، وسيحصل الطالب على شهادة من جامعة العالمين وأخرى من جامعة كنتاكي، طبعا دي جامعة بريطانية. وأضاف خلال حوار مع الإعلامية ريهام الصهلي ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: إن شروط منح المنح الدراسية في جامعة العالمين هو التفوق والحفاظ على التفوق، ولن يحرم أي طالب متميز من التعليم فقط لأنه ليس له القدرة المالية، وسيحصل كل من يستحق على هذه المنح، ولا بد أن ينجح بتفوق لكي يستمر في التمتع بهذه المنح. يبقى لابد أن الطالب يكون متفوق ويثبت تفوقه طول فترة الدراسة حتى لو ظروفه المادية ما تسمحلوش أنه ينفق على التعليم. وأكمل: في خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن موقع إلكتروني للطلاب يستطيعون أن يزوروا الجامعة، ويستطيعون من خلالها التقدم للجامعة ورفع الشهادات التي حصلوا عليها، ويتم تقييم الأوراق والتواصل مع الطلاب لتحديد موعد الامتحانات. وأكد أنه عند اجتياز الطالب لاختبارات القدرات يتم إبلاغه للحضور وتوقيع الكشف الطبي عليه، لأننا حريصون على الكشف الطبي. وفي الرسمة الأساسية للجامعة عملنا حساب سكن للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، ولكن في هذه المرحلة لم ننتهي من مرحلة السكن، ولكن اتفقنا مع إحدى الشركات لتوفير أماكن إعاشة للطلاب بأسعار منخفضة. وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيضا عن منحة رئيس الجمهورية الذي أطلقها لأوائل الثانوية العامة، موضحا أن الرئيس السيسي أطلق 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة حتى وإن كانت من الجامعات الأهلية ذات الشراكة الدولية الممثلة. وقال عبد الغفار في لقائه ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: إن الجامعات الخاصة تضم حوالي 8% من طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن جامعة الجلالة تعمل بها 40 شركة لإنشائها. وأوضح عبد الغفار أن الجامعات لابد أن يكون لها شراكات دولية، مؤكدا أن مصر بها قوة بشرية كبيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف التعليم والجامعات باستمرار. وتابع أن الجامعات الأهلية ليست مقتصرة على فئة معينة من المجتمع، ولكنها تنتقي أفضل العناصر بل وأذكى الطلاب للالتحاق بها وبها امتحان قبول، مشددا على أن وزارة التعليم العالي أصدرت 100 منحة أيضا حتى نتوسع في عدد المنح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.